بيسأل سؤال: كيف بيقبل الإنسان؟ كيف بيقبل المسيح؟ ما بعرف إذا طبعاً كلكم بتعرفوا هذا الموضوع، كيف تستقبل ضيف ببيتك؟ بتعزمه لعندك، بتكون عندك محبة لإله، عندك ميل إنك هذا، بتنزل عند رغبة إنه يجي لعندك على البيت. بعدين هذا الشخص بيجي لعندك على البيت، شو بيعمل؟ بدق الباب. شو بتعمل؟ تفتح، بتفتح الباب، بتفتح الباب وبتستقبله للضيف وبتقعده ببيتك مكرم معزز، بتعمل من قيمته. أحبائي، ما بتقدر تقبل يسوع إذا ما استقبلته يفوت على قلبك، على داخلك، إلا جوا تدعوه ليكون ياخذ المكان اللائق في حياتك. الرب يسوع المسيح بيقول هذه الكلمات برؤيا يوحنا: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد، وبعدين شو بيعمل؟ فتح، أدخل وأتعشى معه وهو معي. لما بقول تقبل يسوع يعني تقبل كلامه، تقبل وصاياه، تقبل طريقته، تقبله هو كشخص سيد على حياتك، تقبل الطريق يلي هو رسمها تنمشي فيها. تعرفوا لما وعظ بطرس في أعمال الرسل 2 هذه الوعظة الشهيرة وخلص فيها حوالي 3000 نفس، بيقول الكتاب لما بتقرأ الوعظة بيحكي بطرس كلام بعد ما شرح عن الرب يسوع المسيح والنبوات اللي بتحكي عن الرب يسوع المسيح، بيقول لهم: أنتم صلبتم رب المجد. بيحكي كلام قاسي على هذا الشعب، وبيقول لهم وبيعدد خطاياهم وبيوصفهم بوصف أنه أنتم مجرمين. مين بيتذكر منكم شو كانت ردة فعل الناس؟ نخسوا في قلوبهم. رح أقرأ لكم بعض الآيات اللي إجت: فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ لما سمعوا هذا الكلام شيء ضيقهم بقلبهم، بس إذا بنرجع بعد أي بعد شوية بيقولوا: وقبلوا كلامه بفرح. تعرفوا بطرس شو قال لهم؟ شوفوا لما سألوه ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة، قال لهم بطرس: توبوا. توبوا، لازم في توبة، في توبة حقيقية، لازم تترك. والتوبة ما بتتحقق أحبائي إلا ما يتوفر فيها هالتلات عناصر: بده يكون في عندك ميل، وبده يكون في عندك تواضع، وبده يكون في عندك إرادة حتى تفعل هذا الأمر. توبوا، لازم تتوب عن خطاياك، لازم تتوب عن الماضي تبعك، لازم تتوب عن كل الشرور هذه لتقبل الرب يسوع المسيح بقلبك.